والله نقشت معك يا أبو نجيب، نقشت. إيه سيد راسي، شو رأيك؟ برغوت منك وبرغوت مني، منروح منجيب رغيفين خبز وخيارتين وبندورتين منتغدى، وبعد الغداء باخذك بورجيك على الخان شيتي سيدي. أخ يا ببو عيني، ليش هالبعزة باباتي؟ ما عندك بصل؟ بلا عندي بصل سيد راسي، عندي. أصبح منجيب رغيفين ومناكلون على بصل. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا أبو حميد، والله جبتها. أصبح البصلات علي والخبزات عليك، يعني بكل الأحوال سيد راسي حتك البرغوت. لا حبيبي ما حذرت، معناتها منجيب خيار وبندورة. الله يوفقك إلهي، الله يوفقك. يا ابن نجيب يا ساتر يا رب. عليك صباح خير. ان شاء الله نهارك عربي بالصلاة على النبي سيد راسي. لا لا تاخذها علي. قلت لي سيدي وطنشت، تسعد صباحك الصبحيه. اهلين اهلين ابن نجيب، خير يا طيب. بامي كل بامي ملوم نفسك اللوامي، الله يرحم روحه شو كان يحب الطباخ روحه. طب سلام. بامي خير. بامي شوف لي يا الزلمه، دخلك مو هذا ابو حميد اللي شفناه بضيعه ابو محمد؟ هو بذاته، بس شو جابه لهو؟ الله ضامي ضامي، الله يرحم روحه شو كان يحب الطباخ روحه. كل ضامي بعد عن نفسك اللوامي. يعطيكم العافيه. اهلين عمي، اهلين. شو شايفك عنا بالحاره؟ ايه والله ام نجيب جابني لهون وقال لي بيع ضامي هون عندكم بالحاره. هلا كل يوم بدك تروح على الضيعه وترجع؟ لك لا، شو اخذني كل يوم اروح على الضيعه وارجع؟ بدي نام هون عند ابو نجيب، عزابيه على بعضنا. هلا ابو نجيب شو امرته السيد راسي بده ينامك عنده؟ ايه ايه باباتي، ليش مستغرب؟ ابو نجيب قاعد لحاله مشان ما يضيق خلقه، جابني لعنده على البيت نام معه. طيب ليش ابو نجيب ما اجى معك؟ هذا يا سيدي ونحن جايين شاب واحد اسمه العقيد ابو دياب، قام طار عالم الفرح، قام حمل دربته هو وياه وراحوا. ايوه يا سيدي تتهنى بهالرفقه وهالنومه. قولتك ضامي، تعا يا امير، تعا يا سمير، تعا يا منير، كل ضامي ودير بالك من الحمير. ضامي كل ضامي. هيك أحسن. شو باباتي؟ تاكل حرام شي؟ أعوذ بالله. أنا؟ لك ليش أخذ بندوراية زيادة عني؟ أبو حميد بزمتك بترضاها أنت؟ قاعد لي تحت العريشة وبالفيات وأنا ناتع مشوار بالشمس رايح جاي وتطلع حصتك مثل حصتي؟ أخ يا ببو عيني، معناتها أخذت كل المشوار؟ شو سيد راسي؟ يعني كتير علي إذا أخذت كل المشوار؟ بدك يعني يطلع مشواري بلوشي يا ابو حميد؟ طامي يا طامي، اطيب من العوامي يلي بياكلها بتعوضوا عن اللحم واللحامه وبتخلصوا من المره النهيانه السعيانه. على راسي. قرب يا امير، قرب يا سمير. واحد اثنين ثلاثه اربعه، وي وحده على البيعه خمسه. طعمي يا طعمي، اطيب من العوامه. لك اخي لا لك شغله ثانيه، والله صرعت راسي. عم نتسبب باباتي، عم نتسبب. اتسبب، ما حدا عاملين لك شي، بس قايل لك شي غيرني تانية. معلمك قال لي اقعد هون وتسبب. معلمي؟ ايه باباتي، معلمك وتاج راسك. ليش وين شفته لمعلمي؟ هو جابني لهون. وين راح؟ وصل مشوار وقال بيرجع بعد شوي. غريبة، وانت منين تعرفه لمعلمي؟ باباتي هي قصة طويلة، قال لي تعال هون مشان يساوي لي بسطة كبيرة نبيع فيها جوز وزبيب وأكلات طيبة. ايوه روح حبيبي روح،
عبي لي طاسة مي، وإذا في شوية ماء زهر حط لي فوقهم ماء زهر مشان توصى فيك عند معلمك باباتي. إيه تكرم عينك. يلي مخه مسكر وحناكه ما بتتسكر، عنا إضامي على سكر. تعا يا أمير، تعا يا سمير، إضامي إضامي. تعا يا سمير، تعا يا أمير، إضامي إضامي. تعا خذ لك إضامي تسلى فيهن على الطريق. شنو؟ إقدامي إقدامي باباتي، يعني حمص. مالك نبغى حلاوة. حلاوة. قديش يساوي؟ خليه علينا أمير. شو؟ عم تقول له خليه علينا؟ لا بالله يا أخوي، كثر الله خيرك. مجيديتين وثلاث براغيت. شكرا يا أخوي، شكرا. هاي مجيديتين وهاي أعوذ بالله الشيطان الرجيم. خلاص خلاص ولا يهمك أمير، مسامح بالباقي. يخرب بيتك قال مسامح. يلا نسلم عليكم. ميسر الله معك. يخرب بيتك، لك هذا مال الناس أمانة بين يديك، بتقوم بتسامحه بتلت بلغي. والله ما يدرم معلمك أبو نجيب، ليم الدنيا ويحطها على رأسها. مين؟ معلمك أبو نجيب باباتي. هلا أبو نجيب معلمي؟ إيه معلمك وتاج راسه وغصب عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. لك يا عيب الشوم عليك، هيك بتخون الأمانة؟ هلا أنت من الصبح قاعد عم تتأمر علينا، على أساس أنت صاحبه العقيد، تجي بتقول إنه معلمي أبو نجيب؟ ليش أبو نجيب مو صاحب الخان؟ الخان لأبو نجيب؟ يا راسي الله لا والله حلقت لي ما كان لازم تكون له الدرويش، كان لازم تكون له معلي ابو نجيب. لا ابو نجيب. اخ اخ انا اللي مستاهل. اخ يا عطامي اخ يا ركبي اخ. لك شبك انت التاني. لك شبك. وين كنت انت؟ كنت بجنب الحمرة سيدي منيح هيك. الله لا كان شبك. الله لا يشخ ولا يوفق. على اساس كثير انا متوفي سيد راسي ما هيك. مش فيك لاحكم الحاكم. الله لا يوفقك لله. هبطوا بعضوا لنا. قال شو؟ عنده خان قال. لك حالي عنا يا انت الثاني، شو ناقصك انا؟ قولي بدني بدني تلوي بدني بدني. الله يكسر لياكم.